أعرف ما يأتي: إحسان عبد الجبار إسماعيل، محمد إحسان عبد الجبار إسماعيل. إسماعيل إيه مدير شركة نفط الجنوب. مو عرف بعد، هو جايك السؤال هذا، أنت عضو لجنة يعني إطار. إحسان مدير إيه شركة نفط، أستاذ إحسان يعني مدير شركة نفط الجنوب، حاليا هو الآن يمارس عمله كمدير شركة نفط الجنوب. مرشح لوزارة النفط. لحد الآن ما انطرح هيجي اسم بين الأستاذ إحسان مرشح لوزارة النفط. طبعا عنده خبرة الرجل، يعني هو بمجال عمله، يعني رجل صار له فترة يعني طويلة مدير الشركة وعنده خبرة بمجال عمله. وأعتقد اليوم إذا أريد نعتمد على الكفاءات فعلا، يعني نتجاوز المحسوبيات وغيرها ونعتمد على كفاءات في قالوا بس اطلعك على ذن جنابك تقرأن. ونعتمد على الكفاءات. مو أنا أقصد بس إحسان، لا أقصد انا كل اكو يعني معلومه انه هو بهاي الكابينه مرشح الى وزاره النفط بمكان السيد العيبي، وتفضل قدامك هذا منشور، بالمناسبه هذا منشور، يعني نعم. مو رحنا جبناه مثلا تعبنا، منشور بالانترنت، شيء معلن ومعروف. هاي كتب هيئه النزاهه التحقيق، صح. شوف الاتهامات الموجهه للسيد. يعني احنا هاي الهوسه كلها بالبلد. استاذ صلاح، قبل أنا شويه ما وهذا أريد ايضا، أدافع، أنا لا أدافع على إحسان ولا غير لا لا إحسان، اعرف أنا سيدي اعرف، أقول واقع بس انا الحال. اقول تفضل. هاي خليني يمك، هم هذا هذا اني من فريق الاعداد قالوا للسيد يطلع عليهن. بس سؤال، احنا بس نسأل ابدا، يعني بس استفهامات لا اكثر ولا اقل. إحنا بالنسبة لترشيح أستاذ إحسان كوزير نفط ما عندنا هاي المعلومة حقيقة، وما انطرح اسمه. تعرف السيد الكاظمي قدم مسار اجتماع للقوى السياسية، قدم أسماء، فكان اللي مرشح لوزارة النفط أستاذ جبار. الآن بالمتغير الجديد أكو أسماء. بالمتغير الجديد لحد الآن ما انطرحت أسماء جديدة. طبعا الكتلة السياسية ما وافقت على كل الأسماء اللي انطرحت، وفعلا يعني احنا محتاجين هم حكومة قوية، يعني تعبر هاي الأزمات، وردنا أشخاص يكون هم نزيهين وكفؤين وبيهم فد مواصفات، أصحاب قرار يقدرون يعبرون بهاي الأزمة اللي نمر بيها. الأزمات مو أزمة، أزمة الصحية والأزمة الاقتصادية. أما هاي الكتب، موضوع هذه الكتب هاي إحنا ندرسها بلجنة الطاقة، وإذا فعلا أستاذ إحسان موجودة هذه تعرف مسحوبة من أستاذ هيئة إحنا النزاهة التحقيقات. نعرف إحنا نجيبها من هيئة النزاهة من مصدرها، نجيب من هيئة النزاهة ونطلع عليها، وإذا كان أستاذ إحسان متورط بهاي قضايا مالية وهدر للمال العام يحاسب، أو أقل أضعف الإيمان ينحال هم للنزاهة ويطلع من منصبه. بس هاي الكتب يعني نتأكد من عتها. بس أنا القصد أقول يعني إذا وزارة النفط تجيها شخص من داخل هاي الوزارة، من كوادر هاي الوزارة الجيدين اللي يعني يقدرون ينهضون بهاي الوزارة، يقدرون يطورونها، هذا أمر جيد احنا إذا خلينا اعتمدنا نعقل على على هذه اللي تفضلت فيه المعايير. سيدنا. احنا دائما في حديث البلد، وانت ضيف دائم منذ انطلاقه البرنامج قبل سنتين، حق الرد مكفول لكل الاسماء التي ترد في البرنامج، نحن نطرح استفهاما ونريد جواب عليه، وهذا عملنا بالصحافه. من يرد اسمه في قضيه ما، هذا البرنامج متاح لحق الرد في نفس المساحه والزمان والمكان.